مستمعينا مستمعاتنا، في هذا الجزء الثاني حصة اليوم غنتكلموا على ألم الدورة الشهرية. ألم الدورة الشهرية الأسباب ديالو وكيفاش ممكن أننا نخفوا من الحدة ديالو. دكتور عماد اللي كيعانيو منه بزاف ديال النساء والبنات، يعني كل مرة في الشهر أو الأخر ديال الشهر كتبقى السيدة كتفكر في هذا المشكل ديال هذا الألم. فاليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على بعض الوصفات الطبيعية وبعض أيضا النصائح كيفاش أننا نجنبوها، ربما نعملوا عليها طيلة الشهر ماشي حتى تقترب الدورة الشهرية. هي عاد نبداو نتكلموا امامتي غادي يجيني الوجع، امامتي خاصني ندير. فعلاش كتجينا الحريق او الدوره الشهريه بهذا الحريق اللي في بعض الاحيان ما كنستحملوش؟ نعم، فاول حاجه بعدا الا غادي نهضروا على الحريق ديال الدوره الشهريه خاصنا نهضروا على واحد العادات الحميده خاصنا نديروها، خاصه اللي عندهم البنيتات والبنيتات مقبلين على السن ديال البلوغ. ان منين تقرب الفتره ديال البلوغ ديال البنيتات ضروري بدا نمشيو ندير لهم واحد التحاليل، نشوفوا التركيبه الهرمونيه ديالهم كيفاش دايره، لان بزاف ديال الناس وليداتهم خاصه البنيتات ان ما كيمشيوش كيديروا لهم التحاليل وما كي ما كيردوش البال لهاد المساله هذه. فهاد المساله ضروريه، لان اولا التوازن ديال الهرمونات مهم باش عاد الشهريه تولي كتجي منتظمه وما فيهاش المشاكل. اذا ديك الالم هي خلل في الهرمونات؟ اكيد. ثانيا ان التركيبه ديال الجسم او النقص في بعض المواد حتى هو كيعطينا هذا المشكل هذا، مثلا النقص في الحديد، نقص في الاملاح المعدنيه، نقص في المغنيسيوم، نقص في الكالسيوم، هذا كلهم مواد كيمكن ياثروا لنا ويعطيونا هذا المشكل ديال الالم. ولكن اخر ما كاين في الابحاث واخر ما وصلت له الدراسات العلميه هي ان في الفتره ديال الدوره الشهريه كيتفرزوا لنا واحد المواد اللي كيتسموا لي بروستاغلاندين. لي بروستاغلاندين هاد المواد هادي اللي عباره على واحد المكونات كنقولوا حنايا فيزيولوجيه اللي كتكون كتاثر لينا على الجسم ديالنا. كيفاش ان ملي كتقرب هاد الفتره هادي هاد الهرمونات او هاد المواد هادي او هاد الدهون الخاصه كتمشي لينا للرحم. علاش؟ باش كتولي كتعطينا داك الانقباض ديالو، لان الرحم باش نتخلصوا من هذوك المواد اللي كتكون فيه الداخل خصو يبقى يتحرك، يعني كيتقبض وكيعاود يتطلق، كيتقبض وكيتطلق باش كيخلينا نحيدوا ونخرجوا دوك الفضلات اللي كتكون الى ما وقعش عندنا التخصيب ديال البويضه اللي كتفرز في الوقت ديال الاباضه. دابا هذوك لي بروستاغلوندين اللي كيتفرزوا في بعض الحالات ما كيمشيوش للرحيم كاملين، لان اي منطقه ديك المنطقه كلها اللي دايره بالرحيم لا من القدام ولا من الجهه ديال الظهر كيمشيو ليها وكيتفرقوا فيها هاد لي بروستاغلاندين، لان هادوك بحال كتقول هما واحد المواد اللي عميا ما كيشوفوش، ما عندهمش واحد كما كنقولوا حنا ما كيمشيوش في الطريق لواحد البلاصه محدده، لا كيمكن يتفرقوا. بعض الحالات كنلقاهم كيتفرقوا فوق البطن ديالنا، يعني في الجهه ديال المصارن كتولي كتحس بواحد الالم في البطن. علاش؟ لان كيوليو كيعطيو واحد الانقباض، يعني اي بلاصه او اي خليه او اي عضله كيوصلوا فيها او كيتفرزوا فيها هذه المواد كيوليو كيتشدوا وكيتطلقوا، كيتشدوا وكيتطلقوا، هو اللي كيعطينا هذا الحريق. عاوتاني ملي كيمشيو لنا في الجهه اللي مورا الظهر ديالنا كيوليو كيعطيونا هذاك النوع ديال الانقباض. وبزاف ديال الحالات ان منين كيقرب خاصه العاده الشهريه بعد البنات كيسحابهم واش عندهم الكلاوي ولا الالم الكلاوي، هو راه غير الالم ديالهم. في بعض الحالات كاع الحريق كيمشيو هاد المواد هادي وكيتفرزوا وكيقدروا يمشيو ابعد، كيمشيو لينا النواحي ديال ليغامون اللي كيكونوا عندنا في النواحي ديال الركابي ديالنا، في الباسه، يعني في الحوض ديال يعني في الخصر. فهادو كلهم كيعطيونا هاد المشكل هذا، وهاد لي بروستاغلاندين هما الاساس واحدث ما اكتشفوا انهم كيعطيونا الالم. كيفاش يمكن نتخلصوا منهم؟ هادشي اللي غادي يجي ان شاء الله. نتكلموا عليه. فقط نذكر المستمعين ديالنا ومستمعاتنا بارقامنا وبخطوتنا 05 22 77 24 24، 05 22 77 24 24. الى عندكم اي سؤال للدكتور عماد ميفا دكتور الصيدله المختص تداوي بالاعشاب، اليوم كنتكلموا على الالام ديال الدوره الشهريه. فإذا عندك اي سؤال لنا مرحبا طرحيه لنا دائما على اصوات وعبر خطوتنا 05 22 77 24 24. الام ديال الدوره الشهريه، واش جربتوا شي وصفات طبيعيه؟ واش جربتوا شي حيل عطات النتيجه؟ ربما ما عطاتش النتيجه. شنو تبغيو تقاسموا معنا؟ شنو تبغيو كنصيحه من عند دكتور عماد ميزاب؟ مرحبا بكم دائما معنا على اصوات حديث ومغزل. كيفاش نقصوا او نخفوا من هذا الالم
بعض العادات ربما اليوميه على طيله الشهر. تكلمتي ما خصناش نبقاو نستناو حتى اننا يعني الوقت ديال الدوره الشهريه، ولكن على طيله الشهر خصنا نتبعوا واحد العادات. كنعرفوا مثلا النساء مثلا في فصل الصيف من بعد ديك العطله والتبحيره وهذا كتقول لك واحد الشهر في يد الله، رانا عارفه راجي غادي يجيني داك الحريق وديك الالم كيقطع. واش هذه ممكن تكون هي من بين المسببات اننا ربما ما كنحافظوش على راسنا خلال الفتره ديال الصيف، ما كنتغطاوش من البرد، تيكون مسببات ديال هاد الالم دكتور ميزاب؟ فدائما ملي كنهضروا بزاف ديال الناس ما غاديش يتوافقوا معايا في هذا الراي هذا، ولكن البرد راه هضرنا عليه مرارا وتكرارا، وانت انت راه اختي هاجر استرقتي لهذا الموضوع بزاف ديال الامور، وكيقول لك ان البرد ما راه هو غير واحد بين قوسين لا علاقه له بهاد الامور هذه كامله. البرد حيت البرد كندخلو حنا ككلمه كنقولوا حنا فيلغار شويه، كلمه اللي عامه كنجسدوا بها شنو، كنجسدوا بها تعفنات على المستوى ديال 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 ديال, ديال, ديال الاعضاء الحميميه، او البرد كنعنيو به بعض الخلالات اللي كتكون عندنا مثلا في الكلاوي ولا في بعض المناطق. فالبرد هنا ما عنده علاقه، هو اهم حاجه اللي غنقول لكم عنده علاقه او عندها علاقه اللي بزاف ديال الاخوات غادي يقول لك راه ما يمكنش، اللي هو ستريس، التوتر العصبي، اللي هو قله النعاس، اللي هو التغذيه اللي ما كتكونش سليمه، اللي هو الانسان ما كيعطيش واحد الوقت الراحه للذات ديالو. متفق معك اختي هاجر ان هذا الشيء كامل كيكون سبب رئيسي باش كيعطينا هذا المشكل، لان هاد المواد اللي هضرت عليهم هاد لي بروستاغلاندين كيتفرزوا بواحد النسبه اكثر من القياس، لان حتى هما راه قال لك ان زاد عن حده انقلب الى ضده. اذا الا تزادوا هاد المواد هذه وتفرزوا بواحد الكميه اللي اكثر من القياس، هنا كيولي عندنا مشاكل. اذا ستريس والتوتر، وخاصه انا مازال كنقول الاخوات اللي حاسين وعارف، حيت كل اخت كتعرف بان راه نهار كتقرب لها العاده الشهريه كاينين شي اخوات اللي كيصدقوا خصهم يمشيو يتوسبيطاليزاو. نعم، يعني الناس اللي خصها تمشي تضرب الشوكه باش عاد كيمكن لها ترجع للحياه. اذا هاد الناس وهاد الاخوات خاصه ان 15 يوم ملي تحسي براسك الوقيته قربات، تحاولي تجنبي اي حاجه غتعصبك، اي حاجه غدير لك ستريس، كثري من التغذيه، خاصه كثري من المواد اللي فيها المغنيسيوم، فيها الاملاح المعدنيه، يعني نكثروا من الشلاضه، نكثروا من الخضر، نشربوا الماء بزاف، حيت الماء عاوتاني الا ما شربناش بزاف كيعطينا هذا المشكل هذا، ونبدلوا نمط العيش ديالنا. ولو الانسان كيف ما بغات تكون الاخت خدامه ولا في الدار، واحد النهار في السيمانه تعطيه راسها وترتاح وتكونسونطرا وترجع ترجع داك كما كنقولوا الجسم ديالها والطاقة ديالو، ترجعها للحالة الطبيعية. غادي نستقبلوا مكالمات مستمعاتنا دائما على 0522 77 24 24. وفاء من بركان، عبير من أكادير، ولكن قبل معنا لطيفة من مدينة الصويرة. صباح الخير لطيفة. صباح الخير، مرحبا بك على أصوات. كي داير اخويا الدكتور عماد؟ لاباس؟ بخير الله يبارك فيك اختي. بخير، مرحبا بك على اصوات لطيفه. لا هجرت عليا نحيوها ماشي مشكل. مرحبا بك لطيفه، تفضل شنو سؤالك؟ كيجيني الالم الدوره الشهريه، انا عندي 18 عام وكيجيني الم الدوره الشهريه. اييه شنو كديري؟ تقريبا كتجيني الو قبل لطيفة ما كنسمعوكش مزيان، وقف شي بلاصة فيها الريزو هكذا نقدروا نسمعوك مزيان. لطيفة الو تفضل شنو قلتي؟ كيجيني قبل ما تجيني الدورة الشهرية كيجيني الآلام. اييه واخا كتقولي لي اللي بغيت نعرف منك، واش ملي كيجيك هذا الحريق ولا في الفترة ديال الدورة الشهرية، واش كتستعملي شي أعشاب ولا كتستعملي شي خلطات ولا شي حاجة كطبخيها كتشربيها، باش نحاولوا نتقاسموا معاك ونعرفوا نشوفوا الا كاين شي مواد كتستعمل نصحوها، او شي مواد اللي نيت فعلا يمكن لنا نستعملوها. شنو كنت كتستعملي انت شي حاجه كتاخذيها في هذه الفتره هذه؟ لا ما كناخذ حتى حاجه، كنت كناخذ القهوه، ولكن ما نسمعتك ان تجنبوا كاع اي حاجه ما تكون فيكم لهذه الدوره الشهريه، ما بقيتش كناخذ. ياك والقهوه؟ لا القهوه ماشي، انا قلت نتجنبوا المواد اللي كتكون حاره. فالقهوه ناخذ واحد الكويس صغير ديال القهوه بلا سكر، لا كافيين، الماده اللي كاينه في القهوه من المواد اللي كتعطينا هاد الراحه وكتحيد لينا الالم ديال الدوره الشهريه. فماشي مشكل قهوه ناخذوها، ولكن ناخذوها بلا سكر وناخذوا منها واحد شويه. انا هضرت على المواد اللي كتكون سخونه بزاف، الناس كتاخذ القرفه، الناس اللي كدير سكينجبير، كاين الناس اللي كتجيب راس الحانوت وكطيبو وكتشربو في الفتره ديال الدوره الشهريه، فهذا هو الخطا، لان هنا كيولي لنا
الصبيب او داك باش كيجري الدم كيولي كيجري بواحد الطريقه سريعه، وكيمكن الانسان يفقد واحد الكميه كبيره ديال الدم ديالو، ولا قدر الله يدخل في الكوما. هادشي باش كنتجنبوا هاد المواد هادي اللي كتكون سخونه. واخا اختي خليك في الاستماع، فان شاء الله غادي نعطيك الوصفه للحرق ديال الدوره الشهريه وغادي تفيدك باذن الله. شكرا لك لطيفه. مدينه الصويره غادي نمشيو عند كريمه مدينه الدار البيضاء. صباح الخير لكريمه. الو صباح الخير. صباح الخير لهجر. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك بخير. نتوما لاباس؟ لا مرحبا بك. على لاباس عليك. الله يبارك فيك. بكره درنا ماشي اول مره غنشاركوا، ماشي اول مره. مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي. ما خليك الدكتور عماد، بغيت غير نسولك فهاد دابا انا غدا وكنسمع هاد الموضوع وهادشي كله اللي قلتي. دابا بنتي عندها 18 عام، هاد الاعراض كلها اللي قلتي ديال الحرق في الركابي، ديال الوجع بعض المرات، دوما ما كتجيهاش لي غاكل ديالها. نعم. انا ما عرفتش ما كتاخذ لا حتى شي حاجه. سؤال مزيان هذا. كنشكرك بعد هذا السؤال، والله يخليك البنيته ان شاء الله. الله يبارك فيك. ربى في عزكم باذن الله. فاختي هذا هو السؤال اللي مهم. اذا هنا البنيته عندها خلل في الهرمونات، اذا خصها دير تحاليل. كان عندها تشكيل بالحرق في المفاصل وداك الشيء، مشيت للطبيب ولا التحاليل؟ يعني ما داك الحرق ما هو لا ديال روماتيزم، ما هو شيء لا 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 شي حاجه. هذه النتيجه اللي خرجت بها الثمانه اللي فاتت. نعم نقول لك باش ملي قلتي هاد الاعراض اوتوماتيكمون ربطها بهذا الشيء هذا. لا ما شوف الحرق كيكون علاش كاين واحد، كاين بعض البنات اللي كتجيهم قبل العاده الشهريه، وكاين اللي كتجي في الفتره ديال العاده الشهريه. اذا قبل، اذا كاين اللي قبل بحال الاخت اللي اتصلت بينا قبيله. علاش كاين بعض النوع اللي كيمشيو هذوك المواد اللي هضرت عليهم لي بروستاغلوندين، كيمشيو قبل الوقت باش كيتوجدوا. اذا ملي كيمشيو الرحيم كاينين بعض المواد اللي كيكبحوهم، كيخليهم يعني اوف كما كنقولوا حنا، طافين مطفيين، ما كيديروش العمل ديالهم حتى كتبدا الدوره الشهريه. ولكن ملي كيتفرقوا في البلايص الاخرين، البلايص الاخرين ما كاينش مواد اللي كتكبح لينا هاد المواد هذه. اذا هنا كيبقاو خدامين، كيعطيونا الحرق في الكرش في اسفل البطن ولا في الفوق ديال البطن ولا في الظهر، فهمتي؟ غير هو هنا كيكون من شهرين كتعطل على بعض الحالات، هنا كاين خلل هرموني. هنا كاين نقص في الهرمونات. خصنا نشوفوا هنا، خصنا نشوفوا الهرمونات ديال الغده الدرقيه، ولا نشوفوا الهرمونات. ما عندهاش حد التحاليل اللي درناها الثمانه اللي فاتت، ما عندهاش مشكل في الغده الدرقيه. فوالا. ولكن الفتره فين يجيها تاخير الهرمونات، تما خصها تمشي دير التحاليل. فهمتيني؟ حيت دابا دارتهم راه الهرمونات مقادين، ولكن منين يجي هذاك الخلل ان تعطل عليها العاده الشهريه بواحد الشهرين. اسمح لي يا دكتور، حيت في هذه الوقيته فاش درنا التحاليل كانت معطله عليها. نعم. وشنو قال لكم الطبيب؟ عطى الدواء ولا ما عطاش؟ الطبيب عطانا الدواء غير ديال الحريق، ملي في الوقيته تاخذ واحد الدواء تاخذه في الوقيته ديال من البرومي جوغ فيغل، تاخذه بوندون 5 جوغ باش يحيد لي هذاك الحريق. صافي هادشي اللي كاين، ولكن ما هضرليناش على اساس ان هذاك حرقت المفاصل وداك الشيء يقدر يكون تابع لداك الشيء. لا غير واش هاد الطبيب اللي مشيتوا ليه هو اختصاصيست ستان جينيكولوج؟ لا حتى انا مديتها ماشي على البروبليم كاع ديال. ايوا شوف انا كنصحك انك تشوفي طبيبه اختصاصيه ياك، طبيبه ديال النساء ولا طبيب انجينيكو اللي هو غادي يتطرق معك الموضوع اكثر، فهمتي؟ لانه هو غادي يمشي معك ابعد، وغادي يعطيك تحاليل ابعد، وغادي يعطيك هرمونات اخرى اللي غادي تقلبي عليها باش تشوف هذا المشكل. حيت راه ما عاديش انك تعطل. عرفنا حنا السن 18 عام ماشي مشكل، ولكن حنا خصنا نفقدوا كما كنقولوا حنا نقدوا الموقف. دابا 18 عام الا عطينا بعض الهرمونات وتقدت للعاده الشهريه، صافي ان شاء الله الامور غادي تمشي بخير. شكرا لك كريمه، الله يخلي لك البنيته. تحياتنا ليك ومرحبا بك معنا على اصوات. غادي نمشيو عند عائشه مدينه الدار البيضاء. صباح الخير لعائشه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير لعائشه، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله في كل شيء مزيان. مرحبا بك، تفضل لعائشه. شنو سؤالك الدكتور عماد؟ انا بغيت نقول للدكتور عماد، انا عندي فلاج 48 سنه. اييه. وهاد 4 شهور واش كتجيني عاده شهريه صعيبه بزاف، قاعده تمغطني مع الفراش، واش حيت غتمشي عليا؟ ما عرفتش مناش. فاختي من ناحيه انها غادي تمشي هذه ما يمكنش حنا نحدوا، لان داك الشيء كيبقى بيد الله سبحانه وتعالى. غير هو هذا الحريق هذا حنا هضرنا ان حتى ملي كنفوتوا واحد السن معين ياك، كتفوتوا واحد السن معين حتى الهرمونات كيوليو كيتغيروا. اييه. يعني كاين الهرمونات اللي كيعكزوا واحد شويه، كاين هرمونات اللي كيوليو كيتفرزوا تقال، يعني بحال كيولي واحد الخلل بسيط في الداس ديالنا، وهو كيمكن يعطينا هذا الحريق. ولكن ما غاديش نستبعدوا
بان كاين توتر، الا كان يمكن يعطينا هذا المشكل، الا كانت الانسان كيتعصب. وكنتعرى بزاف دكتور، مع كيجيني الصاد كنتعرى بزاف. اذا كطلع لك درجه الحراره وكنعرق. فهمت. وشفتي الطبيب على هذا المشكل؟ شفت الطبيب قال لي غير حيت غتمشي عليك كدير لك بحال هكا، ولكن بزاف حيت انا كل شهر كنخمم عاوتاني نفس المشكل. نعم فهمتك يعني كتعطيك كطلع لك واحد الصهده كتبقى كتعرق بزاف. كطلع لي واحد الصهده وكتضرني بكادي وفخادي والراس وما عنديش الخاطر كلشي كيضرني. فاحنا غادي نساعدوك ان شاء الله، غادي تصنتي الوصفه اللي غادي نعطي اليوم ان شاء الله وغادي تعطيك الفاتحه. شكرا دكتور. ولكن ضروري تبقى متبعه مع الطبيب ديالك. شكرا لك عائشه مدينه الدار البيضاء، تحياتنا لك. غادي نلتحقوا بصوفيا حتى هي مدينه الدار البيضاء. صباح الخير صوفيا. الو صباح الخير صوفيا، مرحبا بك. مواضيع الله يخليك. عندي بنتي عندها 33 عام. ايه الو باقره مجوجاش وداك الشيء، ودابا تتعطل على لي غيك ماشي قبل ما تجي لي غيك بواحد 3 جوغ ولا هذا، فيولي فهاد واحد لي بيرت مارون هذا بعد شي 3 ايام ولا 4 ايام قبل، وليت تدوز بدوك لي بيرت عاد من بعد يجيوها لي غيك واحد 3 ايام او ثاني ولا 4 ايام. واخا شفتي الطبيب قال لي ما عندك حتى شي حاجه. فهادوك عاديين، هادوك كاين على حسب الفتره، باش اللي كتكون قبل قبل الحيضه كاين كل واحد وكيفاش كيبانوا عنده الاعراض والاثار، فهادو ماشي مشكل، خاصه الا شافهم الطبيب وقال لك راه ما كاينش مشكل فيهم. قال لها ما كاينش مشكل، شافت جينيكولوجني. وبالنسبه للالم ديال العاده الشهريه فخليك في الاستماع، غادي نعطي واحد الوصفه ان شاء الله لهاد المشكله. خليك معنا لا صوفيا مدينه الدار البيضاء، تحياتنا ليك ولكل المستمعين ديالنا ومستمعاتنا. حنا دائما مواصلين معكم على اصوات، غادي نمشيو لمدينه فاس وغادي نتواصلوا مع لا فاطمه. صباح الخير لا فاطمه. صباح الخير لندا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. نشكركم على هذه البرامج اللي تديروا لنا في هذه الاذاعه هذه، الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. نشكر الدكتور عماد. انتم بعد الشكر والجزائر. البنت ديالي عندها 26 عام مازال ما مزوجاش، وعندها حريق الراس دائما مع العاده الشهريه ملي تتقرب جهه وتاخذ الدواء ديال الراس بزاف. ماشي عشب ولا شي حاجه ما تاخذهاش، غير الدواء ديال الراس، ولكن بزاف داك الشيء مجهد، تدير لها 3 ايام ولا هذا، وهي حرق الراس ما تيهدرش كاع نهائيا عليها. نعم. فهذه حاله من الحالات اللي كتعاني منها فتاه على 30، لانها شناهي هي الشقيقه ديال الدوره الشهريه. هنا كيبين لنا بان البنيته عندك عندها هي كتكون فيها تغيرات ديال الهرمونات، وخاصه في هذه الفتره كيزيد الحده ديال هذه الشقيقه هذه، وكيزيد فيها هذا الحريق هذا. فالوصفه اللي غادي نعطي الالم ديال الدوره الشهريه غتستعملها، ولكن هذه الحاله الخاصه كنزيدوا عليها واحد الوصفه اخرى. هذه الوصفه غادي يديروها كاع الاخوات اللي ملي كتقرب للعاده الشهريه كيحسوا بواحد الشقيقه، بواحد الصداع في الراس، بواحد الحريق في الراس كبير. اذا غادي ناخذوا مرد الدوش، لا مارجولين، مرد الدوش، الروح ديال مرد الدوش، لويل اسونسييل دو مارجولين، كنديروا 10 ديال النقيطات، و10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الورد، لويل اسونسييل دو غوز، 10 ديال النقيطات، كنخلطوهم مع معلقة كبيرة ديال زيت اللوز الحلو. تخلطوا هذا الخليط هذا، وكتاخذوا شويه من داك الخليط وكديروا به مساج في الجناب ديال الراس ديالكم، يعني في النواضر وفي الجبهه، كيدار بالليل وكتداوموا عليه دائما حتى كتحسوا بان الراس كيترخف وبان الحريق ما بقاش عندنا في الراس ديالنا، وديك الساعه كنقطعوا هاد الوصفه هذه. ولكن ضروري تمشي وتقلب الهرمونات ديالها، لان هذه شقيقه عندها علاقه بالتغير الهرموني، وخاصه ملي كتجي هذه الفتره ديال الحيضه كيكون الهرمونات يعني كتولي واحد الحركيه ديال الهرمونات، الهرمونات كيوليو كيتحركوا في الدس ديال يعني ديال الفتاه، وهنا كيولي هذا المشكل هذا. شكرا لك لا فاطمه مدينه فاس. ما يكون باس عند البنيه ديالك، غادي ناخذ مكالمه ديال مريم من مدينه مراكش. صباح الخير لا مريم. صباح الخير اختي، مرحبا بك على اصوات. صباح الخير، الله يبارك فيك بارك الله فيك. صباح الخير الدكتور عماد. صباح النور اختي. وانا الصراحه انا اللي شدت لي اليوم الخط. مرحبا. عافاك، السؤال ديالي بالنسبه للعاده الشهريه
انا تقريبا دابا سي مهاجي باش يلا تزوجت ياك يلاه كمل بخير بارك الله فيك. ملي كيبغيو يجيوني لا ريغل تقريبا انا كيجيوني منتظمين 28 يوم على 28 يوم ياك ولكن من لو 22 تقريبا لو 23 كيبقاو لي بارت كحلين نازلين. المهم شفت جينيكو قال لي ما عندك حتى شي مشكل يقدر يكون تخوب الهرمون. المهم خرج لي الدواء خديته 6 شهور ولكن بقى هذاك الشيء هو بقى زعما ما تقادش يعني بقيت كي كنت بقى. المهم كيجيني الوجع قاصح لدرجه انه الكابيه ما كنقدرش نزيد بهم كيفاش كنحس بها بطيح وشي بعض المرات كندير ازير كنحط بحال هكا شويه كميشه فيديه وكنخوي عليه الماء غليان وكنغطيه واحد 5 دقائق وكنشربو ولكن المهم ما دار لي حتى شي حاجه والحمد لله اللي ما دار لك حتى حاجه وما عطاكش اعراض جانبيه الحمد لله لان حفينه صغيره ديال اليازير راه بزاف فهمتيني وغتزيد عليه الماء سخون اليازير راه كيطلع الطونسيون بعدا الحمد لله ما عنديش لاطونسيون لا وبلاش ونكمل لك خليني نكمل لك باش تفهمي الفكره كيطلع الطونسيون كيطلع من الجريان ديال الدم يعني كون خديتيها في الفتره ديال لي غيغل يقدر يدير لك ليموراجي ولكن الحمد لله الامور ما بخير وما كاين والو الحمد لله واي اختي عافاك وعندي واحد السؤال واخا خارج الموضوع الله يعطيك الستر انا تحرقت تقريبا شي 3 مهاجي ياك كان عندي دوزيام دوغري بروفون ماشي سيرفاس المهم وكندير الدواء تريتمون تبعته وبغيت عافاك شي وصفه اللي تحيد لي سيكاتريس انا دابا متبعه لي سيكاتريس ديال هذاك الكحل جمعات دارت القشره وتجمعات سيكاتريس لا جمعات الحمد لله اللحم دابا وطلعات اللحم ومتبعه لي تريتمون ديال هذا السيكاتريس ولكن كياخذ وقت وانا بغيت زعما باش نعاون بشي حاجه شي وصفه اللي هي من الوصفات ديالك اللي نعاون بها دابا بقاو غير تقريبا اللحم شويه ما بيضاء ما حمراء ودي دي دي هذا دي بوين اللي هما ماغوم اذا باش نجاوبوا بعجاله على هذا السؤال ديالك باش نرجعوا للموضوع معلقه صغيره ديال الغذاء ملكه النحل وثلاثه مع الكبار ديال العسل الحر تخلطيهم زيدي معاهم معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو تيتخلطوا وديري واحد الماساج في البلاصه اللي عندنا فيها الاثار ديال السيكاتريس انت وكاع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل ديال السيكاتريس ديال الحرق ديروا واحد الماساج في ديك البلاصه ديال 10 دقائق ونخليوه 20 دقيقه هي 30 دقيقه في كل شيء ونغسلوه غديريها يوميا كل ليله وداومي عليها تحسي بان ديك البليصه صافي اللون ديالها بدا كيتوحد وما بقاش فيها هذا المشكل هذا بالنسبه الحريق ديال العاده الشهريه غادي نعطي الوصفه بالنسبه للمشكل ديال دوك لي بارت اللي كيبقاو في الاخر والصفه ننصحكم انكم تاخذوا معلقه كبيره ديال البابونج ومعلقه صغيره ديال الزعتر معلقه كبيره ديال البابونج ومعلقه صغيره ديال الزعتر هادو كيصفيو الوالده وكيصفيو لينا الرحيم اذا معلقه كبيره ديال البابونج ومعلقه صغيره ديال الزعتر كنخويو عليهم نص سيترو ديال الماء مغلي حتى كيطلق هذا الخليط وكنصفيوه كتوليو كتاخذوا كاس صغير في الصباح على الريق 5 ايام او 6 ايام طيله الفتره ديال الحيضه والامور غتكون بخير. شكرا لك مريم من مدينه مراكش حنا دائما غنواصلوا معكم على اصوات ودائما في استقبال مكالماتكم على 0522 77 24 24. مرحبا بالاسئله ديالكم دائما الدكتور عماد ميزه دكتور في الصيدله والمختص في تداوي الاعشاب تكلمنا على الدوره الشهريه تكلمنا أوكي. تكلمتي على واحد الجانب مهم اللي هو ستريس اللي هو التغذيه ديالنا وربما تشرب الماء يعني نمط الحياه ديالنا اليومي اللي هو كياثر في هذا الجانب ديال ممكن اننا نصابوا بدوك الالام ديال الدوره الشهريه اللي كتكون في بعض الاحيان يعني وجع اللي ما كيتستحملش. كانوا بزاف المستمعات اللي كيرجع نفس السؤال البنيات عندهم 18 عام او نساء في واحد السن معينه كيتكلموا على هذا الالم اللي شائع عندنا هو ان البنت ربما من بعد الزواج او ربما من بعد الولاده كتنقص هذه الحده ديال الالم ولكن ماشي هذه ماشي قاعده لا ماشي ريفيرونس ولا واحد القاعده اللي غنديوها دائما لا ما يمكنش. اذا شنو غتقترح علينا دكتور عماد ميزاب على المستمعين ديالنا كوصفات طبيعيه ربما اللي غادي نقدروا نتبعوها تبعها المراه وينقصوا ويخفوا من هذا الالم؟ اكيد فغادي نعطيو الوصفه الاولى يعني قبل ما تجي العادة الشهرية وصفة اللي شائعة والوصفة اللي كنعطي بزاف اللي كناخذوا فيها 7 ديال الورقات ديال السالمية كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلقوا وكنشربوهم 5 ايام قبل ما تجي العادة الشهرية
فاش كتجي العاده الشهريه كنقطعوا هذه الوصفه هذه وكناخذوا هذه الوصفه اللي غنعطيكم دابا. خصنا نشربوها فاش كتجي العاده لان السلميه صعيبه في هذه الحاله. كتكون سخونه ويمكن تعطينا اون ايموراجي يعني نزيف. نزيف فالوصفه اللي غناخذوها في الفتره ديال 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 الحيضه اللي غناخذوا فيها مرد الدوش، قعقله، قرنفل، لويزه. يعني مرد الدوش كناخذوا معلقه كبيره اللي فيها ماده لا مارجولين. لا مارجولين ماده كتهدئ، ماده اللي كتحبس لنا الالام وكتنقص لنا من الحده ديال الالم. قعقله ولا لا كاردموم اللي فيها لا كاردامين، هذه الماده هذه اللي هي عباره على ماده كتعطينا واحد التقويه للعضلات وكتحيي لنا دوك الخلايا ديال العضلات خاصه العضلات ديال الرحم، وكتخليو الرحم كيصبر لهذوك الكدمات يعني داك الحريق وداك داك الالم اللي كيكون فيه. قرنفل لا بلاتي القعقله شحال ناخذ؟ تاي معلقه كبيره. اذا انا غادي نعطي المقادير. ناخذ مرد الدوش معلقه كبيره، قعقله خمسه ديال الحبات، خمس حبات. والله يجزيكم بخير، مازال كنقول ما نفوتوش هذه المقادير اللي كنعطي لانها مقادير علميه، راه الا تزادت بنص غرام ولا تنقصت بنص غرام مشات الوصفه. واخا الناس اللي كياخذوها ياخذوها ويبلغوا الرساله كما هي، واخا ما نزيدو ما نقصوا ونحيدوا الاجتهاد لان يقدر يضر الصحه ديالنا. ما قلنا معلقه كبيره ديال مرد الدوش، خمسه ديال الحبات ديال القعقله، قرنفل جوج حبات دو كلو جيغوفل، يعني جوج ديال الحبات ديال القرنفل. لو جينول مهم، لو جينول غادي يعطينا واحد التصفيه للرحيم وكيخلي لينا النزيف ديال الدم ما كيكونش قوي، ولكن الا خدينا جوج حبات ديالو خدينا اكثر غيعطينا النزيف. اذا هنا كتشوف كيفاش الدوزاج كيلعب دور. نعم. لويزا لافيرفين، يعني الا فيها ماده ديال لافيرفين، هذه الماده هذه اللي كتعطينا التهدئه ديال الاعصاب وكتريحنا وكتعاوننا حتى على النعاس، لان بزاف ديال الناس ما تقدرش تنعس بهذا الحريق هذا. اذا لويزا كناخذوا خمسه ديال الوريقات، تنعاود في عجاله. نعم. ما تدوش معلقه كبيره، خمسه ديال الحبات ديال القعقله، جوج حبات ديال القرنفل، وخمسه ديال الوراق ديال اللويزة. نعم. البلديه. كنخويو عليهم السيترو ديال الماء مغلي طالق السبوله ديالو، وكنخليو هذا المحلول حتى كيطلق على خاطره واحد 10 ديال الدقائق، وكنصفيوه وكناخذو منه كاس صغير كل ليله قبل النعاس، يعني قبل ما ننعسو بواحد الساعه، وكنداوموا عليه طيله فتره الحيض حتى كتسالي، وكل فتره كيجينا الحيض كنستعملوا هاد الوصفه هذه، وهكا غادي تكون وصفه ان شاء الله. هاد نصف لتر تقريبا هاد المحلول راه غيدي لنا هذيك المده ديال الدوره الشهريه. ونحافظوا عليه في الثلاجه. تماما. نصفيوه ونحافظوا عليه في الثلاجه. نعم. من بغينا نشربوه ضروري اننا ندفيوه واحد شويه ونشربوه. نعم. اذا هادو جوج وصفات طبيعيه. نعم. بحال ذاك البرير الاتاي ديال السلميه. اكيد. وغادي نعطي واحد اسعافات اوليه ملي يكون ذاك الحريق كيقتل. تفضل. اذا غادي نديروا لو صالي، يعني الماء المالح. باش تعرفوا بان الا لاحظتوا راه كاينه لا طالاسوثيرابي دابا، راه ولات من العلاجات الراقيه، ان الناس مثلا اللي كيكون عندهم مشكل في الحريق في المفاصل وهذيك كيصيفطوهم للبحر، الماء ديال البحر والملح، الماء والملح ديال البحر، باش كيعالج. علاش؟ لانه كيرخي دوك لي ليغامون. فاحنا غادي نديروها عندنا، نحاولوا نتخيشيو شويه وغادي نديروها عندنا في الدار. اذا نديروا واحد الكاسترونه ديال الماء تغلى مزيان، نديروا فيها واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الملحه، ومن الاحسن نشريو الملحه الحيه تكون عندنا في الدار مدقوقه مزيان حتى يغلي هذا الخليط، وكنديروا فيه واحد الفوطه. اذا ديك الفوطه، ولكن نردوا البال باش ما تحرقوش راسكم، اذا ديك الفوطه نهزوها نحاولوا نبردوها شويه، ولكن خصها تبقى سخونه، نعصروها وكندوروها على الخصر ديالنا. الاحسن تكون واحد الفوطه اللي تكون شويه طويله، وكندوروها على الخصر ديالنا. فهذاك الماء المالح الساخن كيعطينا ارتخاء فهذاك فداك الحوض كامل، وكيرخي لينا حتى العضلات ديال الرحيم. وفي حاله ما عندناش الملحه الحيه نديرو الملحه العاديه. فقلت من الاحسن. قلت انا من الاحسن، وهكا غادي تكون كاسعاف اولي لهذا الحوض. كاين بعض النساء اللي كيعملوا داك المقراج كيكون كيسخنوه وكيحطوه على البطن ديالهم للتخفيف من هاد الالم. فهنا السخونيه بوحدها ما عندهاش علاقه، اذا خصنا ضروري داك الوصال، يعني الماء المالح، داك الملوحه، داك الصوديوم. لا، غير هاد المساله بعدا ديال المقراج. فهذه ما غاديش تعطي شي فائده يعني باش تحيد علينا الالم، لان
غير سخونيه كتعطى وصافي، لان الداخل هو اللي عندنا به الغرض. نعم، اذا هادو جوج وصفات مستمعينا ومستمعاتنا اللي قدمها لنا الدكتور عماد ميصاب للتخفيف من الام الدوره الشهريه، هذه الاسعافات الاوليه، هذا الماء المالح اللي ممكن نعملوه في فيطه سخونه وندوروه على الخصر ديالنا، حتى هو ممكن انه ينقص من الالام ديال الدوره الشهريه. الوصفه الاولى هي بالسالميه مع الماء مغلى، خمسه الوراق ياك، سبعة الوراق تماما، والدور الوصفه الثانيه مرد الدوش معلقه كبيره، خمسه الحبات القعقله، جوج حبات القرنفل، وخمسه الوراق ديال اللويزه مع الماء مغلى، نخليهم يطلقوا يصفى الكل ونشربوا كاس صغير كل ليله قبل ما ننعسوا طيله فتره الدوره الشهريه. غادي نمشيو عند المستمعات ديالنا ونشوفوا الاسئله ديالهم، فيها من دار البيضاء سلمى كذلك من مدينه اسافي، ولكن قبل معنا لطيفه من ديار الفرنسيه. صباح الخير لطيفه. السلام عليكم عزيزة. وعليكم السلام. الله يخليك. بغيت نسول الدكتورة، عندي واحد البنية عندها 21 عام وفي الأول ما كانش كيجيها الحرق في العدد الشهرية، ولكن دابا ولا عندها الحرق بزاف، ومؤخرا كان عندها، المهم كانت ما مزياناش صحتها وداكشي، مشينا درنا لها التحاليل، درت لها التحاليل وداكشي، لقاو عندها أموك ديال الكالسيوم ديال فيتامين دي ديال مهم، وكانت قرايه حيت كتقرا دائما مع لي زيكزام وداكشي، كانت كتستريسي. دابا عندها المشكل اللي عندها واحد كان كيضرها الجن ديالها، يديناها لي زيرجونس، لقاو ملي داروا لها ليكوغرافي، سمحوا لي انا اول مره كنتصل ودرحتك ولقاو عندها ان كيست فلوفير. فوالا، والمهم داك الكيست هذا دابا الكيست هذه شي 5 سنين باش كانوا لقاو عندها، وعطاها الطبيب الجينيكولوج، عطاها ان تريتمون، كانت خدات داك الكومبريمي اللي خدات. المهم مشى ليها، ودابا في هذه الايام هذه واحد شهرين ولا كيضرها جنبها، ومن ديتها عاوتاني درنا لها ليكوغرافي وداك الشيء، لقاو عندها، قال لها الطبيب بلا عندها فيه 8 سنتيمتر داك الكيس اللي فيها الفيبروم. فوالا، المهم ولات بقات هكا، بقينا هكاك لما سميتو، ولات رجعنا درنا، ما درنا، المهم ما خداتش حتى تريتمون، ما عطاها حتى تريتمون، قال لها خصك تمشي ترجعي، هذا ماشي جينيكولوج اللي دينا عندها، قال لها سيري شوفي الجينيكو. المهم كانت كتقرا، ما كانش عندها وقت باش تمشي لعند الجينيكو، ولينا درنا لها ليكوغرافي، لقينا قالوا لها ما كاينش داك الكيس، مشى. ولكن شكون قال الكيست مشى؟ شنو واش راديولوج يعني اختصاصي في الاشعه هو اللي قال لكم هذا هو اللي عطى داك التحليل ديالو قال لك بان مشى، ولا شنو، ولا الطبيب عام هو اللي حدد لكم قال لكم راه الكيست ما بقاش؟ لا، هي كان عندها داك الحريق، رجع ليها وديناها عاوتاني لي زورجونس، ولات المهم ملي داروا لها ليكوغرافي قالوا لها ما عندهاش حتى حاجه، ما عندها لا. شوف اختي باش نتفاهموا عافاك، ياك كتثقي في خوك ياك؟ نعم سيدي. كتثقي فيا لطيفة؟ وي. واش كاينة الثقة في الدكتور عماد ميصاب؟ يعني لا عطاك نصيحة، واش غادي تاخذي بها؟ معلوم راه داكشي علاش. تفضل. الله يبارك فيك اختي. شوف، هاد الأمور هادي ما معاهاش تفليا، ما تخليش البنيته ديالك، سمحي لي أنا كنهضر معاك كأختي وكقلبي محروق شوية، البنيته ملي غتكبر وتعرف الأمور راه ما غاديش، بعض الحالات كنهملوا شي حوايج اللي يمكن ياثروا لينا على الحياه ديالنا كامله، لان ملي كنوليو كنهضروا على كيست اختي، ملي كنوليو نهضروا على فيبروم في الوالده، صافي كنحطوا كل شيء وكنمشيو عند انسان اختصاصي، بكل احترامي لكل الاطباء وكل الطاقم وكل الاسره ديال الصحه، ولكن كل واحد كيعرف خدمته وكل واحد عنده تخصص ديالو، لان شي هذاك ليكوغرافي راه كاين اللي كيقراها مزيان وكاين اللي ما كيقراهاش مزيان، راه هادشي اللي كاين، راه كل واحد وثقافته، كل واحد وقرايته، كل واحد فين وصل، فين وصلوا الله في العلم ديالو. اذن دابا ما كاين لا اعشاب ولا علاج طبيعي ولا حتى حاجه، غتاخذي بيد البنيته وغادي ديها عند ان جينيكولوج اختصاصي في امراض النساء ولا اختصاصيه في امراض النساء، وغدير لها ليكوغرافي ودير لها الامور، لان هذا الكيست الا ما تعالجش غادي يبقى عايش معها حياتها كاملة. هاد الكيس إلا ما داواش يقدر يتطور ويعطيها أمور التي لا يحمد عقباها. هاد الكيس إلا همناه وما عالجناش
كيمكن ياثر ليها على الاولاد، كيمكن ياثر على بزاف د الحوايج. اذا هذا الشيء قلتو لك اختي، وكنقولوا لاي اخت كتسمعني دابا واي اخت عندها بنيته ولا اي اخت كتعاني من هذا المشكل، راه ملي كنوصلوا لتغيرات هرمونيه في الداس ديالنا جمعنا وطوينا وكنطويو داك الكتاب وكنمشيو وكنتوجهوا لاقرب اختصاصي باش نتهناو. صافي تفهمنا اختي؟ واخا ايوا والله يشافي البنيته ونبغيك تتصلي بينا ونشوفوا البنيته كيبقات ان شاء الله. شكرا لك لطيفه من ديار الفرنسيه، تحياتنا ليك ومرحبا بك دائما معنا على اصوات حديث ومغزل. غنمشيو عند فاطمه الزهراء في مدينه الدار البيضاء. صباح الخير لفاطمه الزهراء. صباح النور، مرحبا بك على اصوات. مرحبا فيك ربي يخليك. تفضل فاطمه الزهراء، شنو سؤالك؟ سؤال ديالي انا وجهي كاينو فيه الحبوب، ودرت هذيك الوصفه ديال العسل ومعلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال زيت الورد الحلو، نعم، ومني درتها وجهي ناض فيه الحبوب. نعم، شحال درتي ديال العسل الحار؟ 3 معالق كبار. اييه، وشحال ديال الخرقوم بلدي؟ معلقه صغيره. وشحال ديال الزيت كيسمي ديش مزيد درتي؟ معلقه صغيره ديال الزيت الحلو. زيت الحلو شنو؟ زيت الورد؟ لا، زيت الحلو. زيت اللوز الحلو. هكاك واخا. زيت اللوز الحلو والعسل الحر حرين، يعني كتمتاكده بانهم حرين؟ ديال الليمون. فاختي هاد الوصفه ما باش نتفاهموا، الا كان العسل الحر فاطمه الزهراء. نعم، تفي بعد من الراديو، بعد من الراديو خلي العائله ديالك يسمعوا، انت دخلي لشي بيت نتكلموا معاك بلا ما يرجع لينا الصدى، لان ما كنسمعوكش مزيان. تفضل دكتور عماد. نعم، باش نتفاهموا في هذه المساله، ان راه الا ما كانش العسل حر 100%، اذا حنا باش نعرفوا هذاك الانسان اللي كيبيعوه هو اللي كتبقى عليه التقليد، خص العسل يكون حر 100% وطبيعي، وخصك تكون الزيت حتى هي طبيعيه 100%، زيت اللوز الحلو والخرقوم بلدي حتى هو يكون طبيعي. فإلا درنا هاد ثلاثه ديال المكونات، بمعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، بثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، بمعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، كنخلطوها وكنعطيوها للبشره وكنعطيوها لمده، لان ما غنفوتوش فيها نص ساعه، وكنستعملوها غير جوج مرات في الاسبوع، اقصى حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، فكون على يقين بان ما غاديش تعطينا حساسيه، لان هذه كلها مواد مضاده للحساسيه. لان هاد التركيبه هادي ما كتخليش اصلا حتى العسل ياثر لينا على البشره ديالنا، اذن هذا كيولي كيعطينا مركب. لا كركمين اللي عندنا في الخرقوم بلدي ولاميغدالين اللي عندنا في زيت اللوز الحلو اللي هي مضاده للحساسيه، زائد الاملاح المعدنيه والفيتامين ك اللي كيكون عندنا في العسل، فملي كنخلطوا هذا المكون كون على يقين اختي بان ما كيعطيش المشكل. اذن عاودي النظر في العسل وعاودي النظر في زيت اللوز الحلو حتى هي تقدر تعطيك هذا المشكل. شكرا لك فاطمه الزهراء. غادي نمشيو لمدينه مكناس. واحد غير واحد تعقيب بسيط، وحتى شنو استعملنا قبل، راه نقدروا كنستعملوا مواد كيميائيه للبشره ديالنا وعاد كنجيو نستعملوا الوصفه الطبيعيه، وكتولي الوصفه الطبيعيه اللي كتعطينا مشكل. فحتى شنو كنستعملوا للبشره ديالنا من برودويات ومن وصفات يعني كيميائيه ولا طبيعيه، حتى هي كيمكن تاثر لنا وتعطينا الحساسيه. وفي هذه الحاله يعني نعطيو الراحه للبشره ديالنا عاد نستعملوا؟ اكيد، فاحنا نعطيو بعدا نستعملوا غير زيت اللوز الحلو، اللي حسينا ببشره حساسه نعطيوها زيت اللوز الحلو فقط في كل ليله، ويمكننا ديك الساعه نديروا وصفه طبيعيه، لان نقدروا نكونوا درنا شي حاجه كيميائيه للبشره ديالنا وكنجيو كنديروا وصفه طبيعيه، وكتولي الوصفه الطبيعيه هي اللي اثرت على البشره، وهي راه الماده اللي درنا بطريقه عشوائيه. شكرا لك دكتور عماد ميزاب. غادي نمشيو لمكناس اخر مكالمه مع فاطمه الزهراء. صباح الخير. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام فاطمه الزهراء. سلام دكتور عماد، لاباس عليكم؟ هانيه. لاباس الله يبارك فيك. صباح النور. عافاك اختي، بغيت نسول الدكتور عماد، دابا تزوجت هادي 8 شهور. الله يكمل بخير اختي. الله يلاه يخليك اخويا عماد، الله يخليك وليداتك. وعندي دابا 26 عام ودابا 3 شهور هذه، بس زعما بغينا نولدوا ان شاء الله. بغيت نستشر مع السي عماد، زعما 3 شهور هذه ما كنستعمل اصلا، ملي تزوجت ما كنستعمل لا موانع الحمل لا والو، غير كنحسبوا، ولكن دابا 3 موان هذه ما استعملت والو، زعما بغينا نولدوا ان شاء الله الا كتب الله. زعما بغيت نسول السي عماد، واش نمشي عند اختصاصي 3 شهور زعما واش عاديه حيت تعطلات عليا، ولا نمشي عند اختصاصي؟ بغيت نستشر. واش تعطلات عليك الولاده ولا تعطلات عليك العدد الشهري؟ لا الولاده، لا الولاده، لا الولاده، لا اللي غير كتجيني عادي. يا عماد الاختصاصيين راه كيمشيو حتى العام ونص، عام ونص، عامين، عاد ديك الساعه كيمشي الانسان يمكن له يمشي ويشوف الطبيب. الا ما كتعانيوش من يعني من امراض
يعني كتحسوا براسكم ان الحاله الصحيه ديالكم مزيانه، فالانسان ما يتعجلش، تسنى واحد شويه. عافاك السي ما ديالك كان ممكن واخا واحد السؤال. الله يرحمك الوالدين مع الزوج ديالي ديجا مطلق وعنده ولاد، وهو يعني ماشي مشكل، هو ما عندي ما غيكونش عنده المشكل حيت ديجا والد. لا هادشي ما كيمكنش نحددو، لانه كاين الناس اللي كيكونوا ديجا والدين وعندهم اولاد ولكن كيولي عندهم مشكل اخر. لان هادشي كتولي عندها في لاكاليتي، يعني في الجوده ديال الخصوبه، وهادشي ما كيمكن يحددو لينا غير التحاليل اللي كيداروا في اللابوغاتوار، وهما اللي كيعطيونا، والاختصاصي اللي كتمشيو عنده هو اللي كيحدد هاد الامور هادي، فهمتي؟ حيت هادشي امور علميه دقيقه ما يمكنش نهضروا بها غير بالفم، هادشي خصنا الملموس. كنمشيو كنديروا واحد المجموعه ديال التحاليل اللي معروفين اللي كيديرهم الراجل وكديرهم الزوجه ديالو، والحمد لله اي حاجه عندها الحل. ولكن الانسان ما يمشيش بالتفكير السلبي من الاول، تسنى واحد العام ورخي راسك وحيدي الستريس. راه كل ما كتوتري كل ما كتنقصي من النسبه ديال الولاده بواحد 50%. رخي راسك وخلي على الله وتسني واحد العام، حتى نقولوا حنا عام، من مورا عام ديك الساعه شوفوا وديروا مسائلكم والامور غتكون بخير. شكرا لك فاطمه الزهراء من مدينه مكناس. وكنعرفوا الدكتور ميزان يعني تناولها كثير في المرات، يعني هذا الموضوع ديال الولاده او ربما تعطلات الولاده ما كنحكموا حتى من بعد سنتين من الزواج، عامين من الزواج ومن المعاشره الزوجيه بواحد الطريقه، عاد نقدروا نقولوا ربما كاين شي مشكل خاصنا نعالجوه. اما في هذه الحاله ديال فاطمه الزهراء يلا عروسه باقا صغيره. اخر نصيحه لكل مستمعينا ومستمعاتنا دكتور عماد، اليوم تكلمنا على الالم ديال الدوره الشهريه، تعرفنا معك على بعض الوصفات الطبيعيه، شنو نصيحتك لينا بصفه عامه؟ غادي نقول لاي اخت كتسمع لينا، السر ديال الجمال ديالك هو الراحه ومحاربه التوتر. الا حاربتي ليا التوتر غتبقي محافظه لا على صحتك ولا على الجمال ديالك. اخر ما غادي نقول شكرا لك دكتور عماد الدكتور في الصيدله والمختص في التداوي بالاعشاب. لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.